متابعي الشارع التونسي، في كلام مسؤول نحكي اليوم على القافلة الصحية اللي باش تنظم لفايت جهة القاسرين فايت منطقة العيون تحديدا، باش تكون مع بداية شهر مارس. القافلة هذه اللي خلينا نقولوا باش تقدم خدمات صحية عالية الجودة، خدمات صحية دقيقة في اختصاصات طبية ما فماش في الجهة هذه. والحديث بأكثر تفاصيل على القافلة هذه إن شاء الله وتنظيم القافلة هذه، معنا مباشرة الدكتور سليم بن طيب، المسؤول الإعلامي على تنظيم القافلة هذه. صباح النور، أهلا وسهلا سي سليم. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. بخير. مرحبا بك سي سليم. لو كانت تعطينا فكرة على القافلة هذه في أي إطار تنتظم، واللي باش تكون إن شاء الله بداية شهر مارس إن شاء الله. أي قافلتنا هي اسمها دوك تايم، دوك تايم اللي هي تصير في عامها نمرو 11 سنة، باش تصير نهار 3 مارس، موجهة لجهة العيون من ولاية القصرين، وين نهزوا معنا أطباء مختصين في عديد الاختصاصات، يقوموا بمعاينات مجانية لفائدة المستكنين. عملنا مثلا عملنا أكثر من 2200 كونسلتاسيون في ولاية الكاف، منطقة الطويرف. دونك احنا من بعد نتكفلوا بالأدوية نتاع المرضى نتاعنا والنظارات والسماعات الطبية نتاعهم، وخاصة العمليات الجراحية. وين نهار القافلة نقيدوا ليستة نتاع المرضى اللي يستحقوا عمليات ونتكفلوا بهم. عملنا مثلا تكفلنا ب 45 عمليه جراحيه لمرضتنا، جبناهم معنا لتونس العاصمه، تكفلنا بالعمليات ورجعناهم، تكفلنا بالترونسبور زاد. دونك في لي سبيسياليتي اللي يكونوا معنا ان شاء الله عندنا دي جينيراليست، دي زوستالمو، دي جينيكو، دي ديرماتو، اللي هما اطباء عائله، اطباء عينين، اطباء نساء، اطباء جلد، اطباء امراض صدريه. عندنا دي دونتيست معنا زاده، اطباء اطفال، دي زوارال، اطباء الانف والحنجره، اطباء طب المفاصل يعني لي روماتو، دي جيرولوج اللي هما اطباء المسالك البوليه. يعني تقريبا قاعد تقول لي الاختصاصات هذه كل قاعد تقول لي الاختصاصات تقريبا اللي تقريبا في اول حاجه الاختصاصات هذه ماهيش موجوده في الجهه، ثاني حاجه هي الاختصاصات الاكثر طلبا معناتها واللي فيها امراض اكثر انتشارا باش تحاولوا تقاربوا الخدمه للمريض. انا باش نسالك سي سليم لهنا، القافله خلينا نقول تمويلها منين؟ كيفاش نظمتوا العمليه؟ شكون المتدخلين في تنظيم هالقافله هذه؟ خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل، واذا كان فما انابيل تحبوا تعملوه وين سيحبوا يشاركوكم هالقافله هذيا ويحبوا يساهموا معاكم. اي بالطبيعه سيدي. دونك القافله هذه تنظمها جمعيه طلبه الطب تونس اسوسيا ميد، وين هي متكونه من مجموعه من طلبه الطب في كليه الطب تونس. وبمساعده من اطباء مختصين اللي هما يجيو متطوعين باش يقوموا بالعمل، باش يقوموا بالمعاينات المجانيه. باش نجموا ننظموا هذا الكل نحن. يقوموا بدي ستوند لجمع التبرعات، كسوسوا فلوس ولا ادويه. هذا في لي جراند سيرفاس اون جينيرال. تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا دوك ابوستروف تايم اسباس تونس، وين نهبطوا نحن لي ستوند نتاعنا وين وقتاش باش يصيروا. ونقوموا زاده بعديد النشاطات لجمع التبرعات كيما دوك شو تايم اللي هو كونسيغ معناها عرض فيها عديد الفنانين، يصير غدوه نهار 14 فيفري مع 6 نتاع العشيه في كليه الطب تونس. وين باش يكون فما عديد العروض الموسيقيه والترفيهيه والمرابيح باش تمشي كلها لتمويل الطفل. يعني التظاهره هذه بيان سور محلوله للناس الكل مش كان طلبه كليه الطب. والريزرفاسيون تصير على الباج فيسبوك نتاعنا كيما قلت دوك ابوستروف تايم اسباس تونس. وباش تزيدوا تعرفوا اكثر على القافله اون جينيرال، تنجموا تلقاو لي ديتاي نتاعنا كل على ريزو سوسيو نتاعنا اللي هما الفيسبوك دوك ابوستروف تايم اسباس تونس ولا الانستغرام نتاعنا دوك تايم تونس. انا ثم سؤال اخير سي سليم، انتم اكيد حددتوا دي زوبجيكتيف تحبوا توصلوا لهم من خلال القافله هذيا. انا باش نسال اذا كان حددتوا قداش من كونسلتاسيون انتم عاملين حسابها باش تكون معناتها نهار 3 مارس في منطقه العيون من ولايه القاسرين. اي هو عملنا 1200 كونسلتاسيون في نهار. الهدف نتاعنا ان نفوتوا النومبر هذاك. الحقيقه
هذا كل مربوط بالاقبال نتاع المرضى وبالاقبال نتاع المتسكنين من الجهه. ذاك علاش نحن باش نقوموا بالميدياتيزاسيون نتاع القافله نتاعنا خاصه في الجهه. وتوا قاعدين نحكيو مع السلطات المحليه باش نوصلوا اكثر للسكان. دونك الهدف نتاعنا هو اكثر من 1200 معاينه مجانيه وان شاء الله اكثر من 45 عمليه جراحيه. مشكور جدا سي سليم، شكرا لكم حقيقه وتحيه من خلالك الى كل المساهمين في القافله هذيا من اطباء من كل الاختصاصات، كيف كيف من طلبه كليه الطب، وكيف كيف من كل المساهمين لنجاح القافله هذيا. القافله هذيا اللي في عامها الحادي عشر، في كل عام تختار جهه من جهات البلاد وين تتوجه للجهات هذيا وتقدم خدمات طبيه مجانيه مع متابعه ورعايه بعد العمليه نتاع بعد انتهاء تظاهره القافله. مشكور جدا اسامه الحكيري. هكا نكون وصلنا نهايه برنامجكم شارع تونسي، تحيه كبيره المنال في الاخراج، سليم في الاخراج الرقمي، انا ما بقى لي كمش نقول لكم لبنى بدا في الامان وباي باي.